صراحه الاداء ديال المنتخب كان في المستوى، وصراحه كنا متوقعين هذه النتيجه واخا كنا طامعين في كثر، الحمد لله وحنا فرحانين وان شاء الله يا ربي نديو كاس افريقيا ان شاء الله. صراحه ديما حنا فاش كنلعبوا يعني مع شي فريق من الدول الافريقيه كيكون واحد شويه ديال التخوف، لان تبارك الله عندهم لاعبين في المستوى، ولكن الحمد لله كنا تايقين في الفريق ديالنا وما خيبناش. صراحه اداء مشرف جدا وبدايه موفقه، كان ممكن يماركيو اكثر من هاد ثلاثه البيوتا. المهم انا عجبني الاداء ونشطنا اليوم وفرحنا وان شاء الله يكملوا بحال هكا، وبغينا لكندا المره ما بينهمش يبداو لينا مجاهدين عاوتاني ويعطيونا شي اداء اخر، وديما كوكب وديما مغرب وغنجيو ان شاء الله الكاس. اخويا هذه المباراه كانت حماسه وصراحه الله المدرب حتى هو عطانا ما قصرش بين الدراري، وكان الماتش زوين، كانت لومبيونس لداخل زوينه. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وان شاء الله يكون كل شيء مزيان. هادشي اللي كاين، وجيما مغرب وجيما كوكب. صراحه كان اداء اللي جد رائع، كيف كنقولوا حنا المغربيه يعني حمروا لينا الوجه ديال تمغربيت. صراحه وي بيان سور كنت كننتظر هذه النتيجه حيت ديجا لعبنا وحمروا لينا وجهنا وديما مغرب. فرحنا المنتخب اليوم حتى ربح طنزانيا ب 3-0، ويا ربي دائما نبقاو تربحوا ب 3-3-3 وديما مغرب وديما كوكب. الحمد لله داكشي كان في هذاك في المتناول، واخا ضيعنا في الاول الحمد لله داكشي داز بخير الحمد لله، وديما كوكب وان شاء الله الكاس ديالنا. الحمد لله اداء ونتيجه، وديما مغرب وديما كوكب ويكون رجع ان شاء الله. واللي جا حق مشى. صراحه الاداء ديالهم كان زوين واخا ما قنعوناش في الاول، ولكن من بعد عطاو اكثر من جهدهم. صراحه ما كناش متوقعين هذه النتيجه، كنا متوقعين شي واحد الزيرو جوج الزيرو، ولكن 3-0 حنا فرحانين بزاف، حنا هابي وديما كوكب وفيفا موروكو. المنتخب الوطني المغربي ينتصر في أولى مبارياته بنهائيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 بثلاثية نظيفة على المنتخب التنزاني، ليهدي بذلك أسود الأطلس أول ثلاث نقاط للمنتخبات العربية بهذا العرس الإفريقي بعد تعادل مصر مع الموزمبيق بهدفين لمثلهما، والجزائر مع أنغولا بهدف لمثله، وخسارة كل من موريتانيا أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها انهزم المنتخب الجزائري في مباراته.